في محاولة لإحياء الخط العربي والزخرفة، نظمت وزارة التربية في الديوانية المعرض السنوي للخط العربي بمشاركة عدد من المديريات العامة للتربية في العراق، وهو معرض متخصص بالمعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين. هذا المعرض حقيقة كانت الدعوة فيه لأكثر من 10 محافظات، أكثر من 10 مديريات تربية على مستوى مشرفين ومدرسين. حقيقة معرض الخط هذا يخرج عن كونه معرض خط ومعرض فن إلى باحة أكبر، وهي التواصل بين محافظات العراق كافة من الشمال إلى الجنوب. الأعمال المشاركة للمحافظات تنوعت بين الزخرفة الإسلامية وأنواع من الخط العربي، النسخ والثلث والديواني والقيرواني والأندلسي والرقعة والكوفي والفارسي وبقية أنواع الخط التي اشتهر بها العرب. تخللت هذا المعرض عدة أنواع من الخط العربي، منها خط النسخ ومنها خط الثلث، الجلي ديواني، القيرواني، الأندلسي، كل الخطوط للخط العربي شاركت في هذا المعرض. هذا المعرض هو خاص للمشرفين والمعلمين، فنخبة من الفنانين الجيدين المهرين بالمحافظة جاءوا للمشاركة بهذا المهرجان. وتقول وزارة التربية أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو للحفاظ على هذا الموروث من الاندثار وإبراز المبدعين في هذا المجال. الخط العربي يعتبر أهم خط، لأن يعني يجمع الزخرفة والخط بنفس الوقت، وهذه السمة موجودة بس بالعراق. فلما نكتشف المواهب بالنسبة للأطفال، هذا من قبل منه؟ من قبل المدرسين والمعلمين والمشرفين. اكتشاف المواهب يكون من خلالهم. من اكتشفنا صقلنا هاي المواهب، لأن جيل أنت تعرف كل 10 سنوات، فمن نكتشف كل سنة حتى لو من كل صف طالبين 3 ونسقل موهبتهم، فحتكون بمرور السنين عندنا موهبة مصقولة. يقول مختصون حضروا المعرض أن بعض المحافظات شاركت بأعمال لها قيمة فنية، ومحافظات أخرى سجلت تراجعاً كبيراً في أعمالها المقدمة، والسبب هو ضيق الوقت المحدد لاستلام الأعمال المشاركة. لاحظت بأنه أكو محافظات توجهت إلى الأمام، تقدمت بالاشتراك بلوحات جديدة وحديثة وغنية في قيمتها الفنية يعني، وأكو محافظات لا يعني ما اهتمت لهذا الموضوع مع الأسف يعني الشديد. الحقيقة أعزو هذا الأمر إلى أنه الفترة اللي أخبرونا بها بتحضير إحضار اللوحات كان وقت كلش قصير. الخط العربي ورغم أنه من الفنون الإنسانية، إلا أنه شهد وخلال السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا، وبات من الفنون المختصرة على مجتمع النخبة فقط. من الديوانية ميثم الشباني، الحرة.